بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناءنا وبناتنا طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي والأدبي. معاكم دكتور المصري درويش، موجه ماس ستيم مدرسة وسط اسكندرية. إن شاء الله النهاردة هيبدأ أول بدايات الريفيجن في مادة الماث، سواء للقسم الأدبي أو العلمي. طبعا إحنا بنحاول نجيب أقرب أمثلة تلم المنهج كله، ومنراعي إن في برضو بعض الطلاب اللي هم ما حضروش بعض الحصص، او في بعض المواد يمكن او الدروس اللي هم مش فاهمينها، فبحاول اسلط الضوء عليها شويه، وفي نفس الوقت ايه اخد مسائل من الترج على الجبرا على كالكولوس، بحيث نطلع في اخر الحصه ببعض الامثله المهمه. ان شاء الله من خلال الشهر اللي جاي ده كله هنكون لمينا كل جوانب المنهج اللي احنا ايه وعدتكم بيها، والامثله والامتحانات اللي هي هنشوفها النهارده. انا بسلط الضوء على ايه؟ على الترج. اشمعنى؟ مش ترك بس، ده هيبقى الجبرا عندنا وعندنا كالكولس، بس ترك عشان فيه درجه مضمونه وسهله، سواء طلاب القسم الادبي بيحبوها جدا عشان ايه بتبقى فيه اسئله داخلين فيها وعارفين ان هم ايه بيجيبوا فيها درجات او يقدروا يحلوا فيها امثله كتير. احنا عندنا طبعا ما ننساش ان قانون الساين رول عندنا اللي هو ايه على ساين ايه وبي على ساين بي وسي على ساين سي بيساوي 2 ار. كوزاين رول برضو شرحه، ايه باور 2 بيساوي بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس 2 بي سي كوزاين ايه، او قانون الكوزاين اللي هو بتاع كوزاين ايه بتساوي بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس اي باور 2 على 2 بي سي. ده لو عايز يبقى انجل. النهارده بقى بناخد القوانين دي بنفعلها في امثله صغيره. ممكن السؤال يجي لك كده بس الاجابه يقول لك الله تشوز، يجيب لك مثلا ايه يا ترى الاي بكام او البي بكام او السي بكام او الريدس بكام، دي اختيارات. فانت هتعمل نفس اللي كنت بتعمله زمان في الاسئله المقاليه، هتحل عادي خالص وهترسم عادي خالص وتعمل خطوات بالآلة حاسبة عشان تلاقي الاختيار الصح من بين الاختيارات اللي جايبها لك. بيقول لي solve the triangle ABC in which measure A 40 measure C 35 with the radius length of the circumcircle 6 centimeters. طبعا كلنا هيجي في ذهننا قانون، انا عندي كده انجل وانجل وسايد او انجل وانجل وراديوس، يبقى كلنا دماغنا هتروح لمين؟ للساين رول. اولا كلمه سولف الاولانيه ديت بيقول لك اي حاجه ناقصه في الترينجل ده تجيبها سواء سايد او انجل. فانت هتقول لي يا مستر الله طب انا عندي 3 سايد و3 انجل، طب انا ابدا بالانجل الاول عشان اخلص من الانجل. انا عندي ميجر اي 40 وميجر سي 35، اقدر اجيب لك ميجر بي بقى 180 ماينس ال 40 بلس 35. كلامك مظبوط، هتطلع ميجر بي بكام؟ 105. جود. طيب كده خلصنا من ايه؟ من الانجلز. السايدز بقى، طب ما انا كده يا مستر اطبق قانون الساين رول، الحمد لله الاي والبي والسي مش معايا بس معايا الراديوس. الراديوس اللي هو اخر قانون عندنا اللي هو اخر قانون الساين رول، ممكن اعوض واجيب الاي والبي والسي. ده كلام رائع. خلاص اي على ساين اي بي على ساين بي سي على ساين سي بيساوي 2 ار. نعمل بقى سبستيوت، يبقى اي على ساين 40 equal b على sin 105 equal c على sin 35 equal 2r. كلمة 2r أنا مديك الراديوس فوق في السؤال ب 6، يبقى 2 times 6 equal 12. كده أنت معاك ريشيو جميلة سهلة ممكن تجيب منها all side lengths. طب عايز أجيب السي يا مستر، وماله؟ أعمل 12 sin 35 بالآلة يطلع لك 6.9 أبروزوميتري. عايز اجيب البي يا مستر، وماله؟ اعمل 12 تايم الساين 105، كل قدامك ده كروس مالتبلاي يطلع لنا 11.6 سنتيمتر ابروكسيميت. لو عايز اجيب البي اعمل 12 تايم الساين 40، يبقى الارقام اللي تحت او السين اللي تحت هتعملوا تايم 12 كلهم، هجيب الاي والبي والسي. ممكن بقى يطلب منك بارامتر، ممكن يطلب منك اريا، ممكن يطلب منك مثلا الاريا اوف سيركل. يبقى انت جاهز السؤال ده اختيار، يجيب لك جزئيه او اثنين او ثلاثه يقول لك مثلا البرامتر بكام، فانت هتجيب A وB وC وتعملهم بلس، هيبقى الاختيار ده موجود جوه السؤال. ممكن يطلب منك مثلا اريا، هيبقى هاف اي بي ساين سي مثلا، عندك الاي وعندك البي وعندك ساين سي، وهتلاقي الاختيار موجود في السؤال عندك. يبقى انا كده اتحكمت في السؤال بتاعي خلاص، سواء جاب الراديوس سواء جاب سواء طلب مني الاريا او البرامتر او اي سايد، هبقى انا جاهز بقانون ايه؟ الساين رول. نشوف ذا نيكست اكزامبلز. سولف ذا تريانجل اي بي سي. دايما عاده بجيب لك المسائل اللي تقربنا من الدرس والمناهج، خاصه في قانون الترج.
قول لي سولف ذا تريانجل اي بي سي الاي بي 5 البي بي 7 السي بي 11. طيب مستر انا كده ايه بقى معايا 3 سايد، ممكن اجيب لك السؤال ده؟ شوز ميجر انجل ايه والاختيارات 1941 1646 واجيب لك اختيارات، وانت هتعمل ايه بقى عليك؟ هتطبق الرول مره واحده وهتكشف على الايه، او اجيب لك ايه هات لو سمحت الاريا بتاعت الانجل ده، فانت مضطر تجيب انجل ايه او بي او سي وترجع تحط هاف اي بي ساين سي لو عايز وتطلع الاريا. شوف الجمال عامل ازاي؟ يعني عايز اقول لك السؤال ده لو قطعت تشوز اطلع منه ياما قوي، اطلع منه الاريا، اطلع منه ميجر ايه لوحدها بكام او بي او سي بكام، ممكن اطلع منها ايه الراديوس كمان، ممكن اطلع منها الاريا اوف سيركت. يبقى انا كده قدام الطالب من سؤال واحد انقط منه كام سؤال تشوز؟ اكتر من سبع ثمان امثله ورا بعض. انا لو اتحكمت بالسؤال من اولها اقدر بقى ارد على المستر لو عايز الانجل ايه يبقى خلاص طبق كوزين ايه اللي هو بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس اي باور 2 على 2 بي سي، وعوض بالرول ويطلع عندنا كوزين ايه زي اللي قدامك ده، وروح ماسك الاله واعمل شيفت كوزين تطلع الانجل كام يا شباب؟ 19 ديجري 41 مينت. لو عايز البي وماله مش ملاحظ حاجه القوانين، البي يبقى ماينس بي سكوير في الاخر، اعوض بالبوينتس اللي عندي او بالارقام اللي عندي واجيب شيفت كوزاين بي يطلع 28 8 مينتس. لو عايز انجل سي اعمل شيفت كوزاين سي وراح جايب برضه نفس الكلام، او اجيب 180 ماينس البي والاي واقدر اجيب انجل سي زي ما المستر وعدني. كده انا بقى قدام ايه دلوقتي السؤال؟ اقدر اجيب لك الاريا هتعرف تجيبها، اقدر اجيب لك الراديوس هتعرف تجيبه طبعا. يبقى انت من هذا السؤال اسال على اي انجل هتعرف تجيبها، اسال على الراديوس هتعرف تجيبه، هتاخد ايه على ساين ايه ساو دو ار وتجيب الراديوس، تعرف على اريا اوف سيركل هيبقى باي ار سكوير. يبقى كلمه سولف دي ممكن افقط منها اسئله كثيره جدا، اعمل منها اسئله تشوز، اسئله كومبليت، اسئله رسم في كل ايه مجال اقدر استفيد بايه بالدرس ده. السؤال اللي بعد منه سولف ذا تريانجل اي بي سي. كده احنا خدنا قاعده على الساين رول وقاعده على كوزين رول ونشوف كمان ايه اللي جاب لنا ده كمان. بيقول لي سولف ذا تريانجل اي بي سي الاي ب 8 سنتيمتر والبي 5 وميجر سي ب 6 ديجري 2 مينت. الله مستر انا معايا كام سايد كده؟ معايا ايه الاي والبي، كلام جميل، ومعايا انجل سي اللي هي انكلود بينهم، يبقى انا اقدر اجيب السايد سي. اطبق اني رول الكوزاين اللي هو السايد انجل سايد، هطبق بقى الرول هكتب السايد الناقص مين؟ السي. حاضر هقول سي باور 2 بيساوي اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس 2 اي بي كوزاين سي، وابدا اجيب النمبر من فوق. ال 8 باور 2 بكام؟ 64. ال 5 باور 2 بكام؟ 25 ماينس 2 تايم 8 تايم 5 كوزاين 60 كوما 2 كوما، وراح عامل على الاله وجايب الرقم ده واعمل له روت الانسر يطلع السي ب 7 سنتيمتر. يبقى انا كده ايه وفرت على نفسي حاجه كده يا مستر، جبت كل السداد بالنسبه لي. طب بقى لو انت معاك A وB وC تعرف تجيب انجل A؟ اه طبعا بالشيفت كوزاين. انجل بي؟ اه طبعا ممكن شيفت بي كوزاين بي او 180 ماينس الانسر. اوكي طيب انا كده جبت لك السي طلع خلاص كان 7 سنتيمتر، عايز منك انجل ايه؟ حتى لو تكتب القانون كوزاين ايه بتساوي بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس اي باور 2 على 2 بي سي، اعمل كل سايد باور 2 على 2 تايم 5 تايم 7 طلع الكوزاين 1 اوفر 7، هروح اعمل شيفت كوزاين ال 1 اوفر 7 يطلع ميجر ايه بوات يا شباب؟ 81 ديجري 47 مينتس. طب انا عايز اجيب بقى ميجر بي الاخيره وماله؟ يا اما تطبق كوزاين بي زي ما انا عامل لك كده، يا اما تجيب 180 ماينس الاي البي الاي والسي اللي عندك، يبقى انت كده جبت ميجر وات بي، اصبح الترنج بالنسبه لك برضه مفتوح قدام منك. تجيب بقى ممكن يقول لك بقى ايه؟ ذا ساي سي از 8 ولا 7 ولا 9 ولا 3؟ ايه اللي هتعمله انت بقى؟ هتطبق اول رول وتعرف السي. انا بشوز اهو ممكن اقول لك ميجر ايه بكام، يبقى انت هتطبق قانون الساي الكوزاين دول عشان تجيب السي، ثم تطبق بعد كده الكوزاين عشان تجيب الاي. خلي بالك يعني ممكن عشان تجيب حاجه ممكن تعمل قانون جوه قانون عشان توصل لعايزه. هتجيب السي الاول بقانون الكوزاين الطويل، ثم بعد ذلك عشان تجيب انجل اي او بي ايا كان اسمها هتطبق قانون الكوزاين اللي هو قدام منك ده وتجيب انجل اي او بي اللي هو طلبها منك. اوكي
برضه يا مستر مصر؟ اه طبعا، خلينا نعمل التراك النهارده ايه، نلمها على قد ما نقدر عشان برضه ايه نبقى احنا في السيف سايد منها، عشان بلدنا كلها متجاهلين قوانينها بينسوها. لا انا اعمل فوكس على جامد قوي قوي عشان ابقى قاعدين كده في الالجبر مركزين، ومركزين في مسائل ايه الليمتس والكلام اللي احنا عارفينه تاني. فورمولا تريانجل اي بي سي ميجر ايه بكذا وميجر بي بكذا، وايه بتساوي 22.3. طبعا انت شايف معايا ان انا معاك كام انجلز؟ 2، معاك كام سايد؟ 1. يبقى انا كده ممكن اقدر يا مستر اجيب انجل بي وسي وسي. ازاي؟ مش الاي وبي معانا؟ هروح عامل 180 ماينس دول، اجبت السي خلاص. كده 2 3 انجلز متوفرين. حق بقى يا مستر اطبق السايد رول. مش انا معايا سايد موجود؟ خلاص A على ساين A، B على ساين B، C على ساين C، واطبق كل الارقام اللي عندي. بكامل ايه يا شباب معانا؟ 22.3. حاضر، يبقى 22.3 على ساين 38 ديجري 52 مينتس. البي على ساين 96 ديجري 51 مينتس. السي على ساين 44 ديجري 17 مينتس. كده بقى يا مستر بالاله الحاسبه بتاعتي الجميله هعمل كروس ملتبلاي واجيب البي والسي اللي انا محتاجهم. اذا البي هتساوي 22.3 تايم ساين 96 51 على ساين 38 52. باي يوز كالكوليتر يبقى البي يطلع 35.3. كده حصلت على البي. طب لو عايز السي، اوكي يا مستر هعمل 22.3 تايم ساين 44 17 على ساين 38 52، وبرضه يطلع لي 24.8. ممكن اطلب السؤال ده، احط لك حاجه ثانيه خالص. اقول لك البارامتر ترينجل اي بي سي از وات؟ ودي اختيارات. انت عارف ال 3 نمبرز اللي هم جوه السكوير دول قدامك دولت؟ لو عملتهم بلس، خدت ال A و B و C عملتهم بلس، هيطلع لك البارامتر بتاعك في المساله. يعني لو خدت انا مثلا ال B اللي هو 35.3 حطيت عليه 24.8 بلس 23 22.3 وعملتهم اد، حسبت على البارامتر. يبقى انت عشان تجيب البارامتر في تشوز في الامتحان، يبقى انت هتجيب لي الاول السايد الناقص اللي هم البي والسي بتوعك، هتجيبهم الاول. بعد ما تجيب اعملهم بلس كلهم يطلع لك البارامتر. ده سؤال. سؤال تاني ممكن اجيب لك الراديوس بكام؟ ودي اختيارات. انت ما عليك الا تعمل ايه؟ هتطبق القانون عادي الساين رول، وهتعمل اي واحده فيهم كروس ملتبلاي وتجيب لي الراديوس بكام. ممكن اطلب منك الاريا بتاعت الترينجل ده واجيب لك فور نمبرز، وانت هتعرف اني جاب اريا عن طريق اي قانون، هاف اي بي ساين سي اور هاف بي سي ساين اي اور هاف بي اي ساين اي بي سي مثلا بي اي ساين سي. اقدر اتحرك واجيب اي من المطاليب دي كلها لو جابها لي تشوز. كده احنا ضمننا معظم اسئله الاي تريج سواء في الساين رول او الكوزاين رول او السولف تريانجل يا شباب. يبقى انا من السؤال الجميل اللي قدامك ده، انا شايف طلبه كتير جدا بتكتبه عشان هم بيهتموا قوي قوي بالحاجات الجميله اللي في اخر السنه ديت، بيقدر ايه يحصل منها ايه درجه. نبدا بقى نروح فين؟ في الالجبر. احنا كده حضرتك بسؤال ممكن ابروه لك باكتر من فكره. شايف السؤال قدامك ده؟ يقول لك ايه؟ The function f x to x minus 5، ودي اختيارات 1 to 1 even odd not 1 to 1. اديك اختيارات انت بقى، لا انت عارف ده ايه ولا ده ايه. بس السؤال ده على القسم العلمي بس، عشان الناس بتوع العربي ما شاء الله احنا ما خدناش حاجه قبل كده. لا احنا هنا السؤال ده الفقره دي بس على القسم العلمي، ماشي؟ لكن اللي بعد منه فيها امثله جايه كتير الادب هشوفها برضه. فايه؟ عشان تساعدينا برضو، عشان ندي برضو امثله هنا وامثله هنا. يعني دي نص دقيقه كده لما اخلص سلايد دي، عشان دي بتاعت العلم بس. نرجع مع بعض علم وادب مع بعض. قول لي بروف ذات ذا فانكشن ديفاين ذا 1 تو 1 اف اكس تو اكس بلس 5. السؤال ده ممكن اجيب لك تشوز. اف اكس تو اكس ماينس 5 از 1 تو 1 نوت 1 تو 1 ايفن اوت، ويديك وسيبك مع نفسك كده. او اي حاجه ثانيه. انت بقى مطالب منك حاجه واحده بس، هتمسك كلمه 1 تو 1 هتروح انت عامل سبستيوت بين A، يبقى اف A بتساوي 2A ماينس 5، وتروح عامل سبستيوت بال B يبقى 2B ماينس 5. اقول تاني، هاخد تو نمبرز A and B belong للدومين وعوض بيهم في الاف اوف اكس، يبقى اف A 2A ماينس 5، اف B 2B ماينس 5،
اساوي بوتينج اف اي ايكوال اف بي، اساوهم ببعض. جماعه بتوع العلمي فاكرين معايا كنا بنعمل ايه في الكلام ده؟ اه هنعمل 2a ماينس 5 ايكوال 2b ماينس 5، اشيل 5 مع 5 و2 مع 2 الاقي نفسي وصلت ان الاي ايكوال البي. لو الاي بتساوي البي يبقى انا كده خلاص يا مستر ضمنت المساله 1 تو 1. طب لو طلع الاي لا تساوي البي يبقى خلاص، يبقى المساله ديت يبقى نوت 1 تو 1. يبقى الفقره الاولى نمبر 1 حطينا الاي مكان الاكس، اف اي بتساوي 2a ماينس 5، اف بي 2b ماينس 5، هسوي بوتينج اف اي ايكوال اف بي، حط 2a ماينس 5 ايكوال 2b ماينس 5، شلت ال 5 مع ال 5 وال 2 مع ال 2 وصلت الاي ايكوال بي. ده نظام مين يا شباب؟ اللي هو 1 تو 1. طب الفقره نمبر 2 عندنا وجايبها لنا الراجل، بيقول له الله لو سمحت انا عايز اعرف اكس باور 3 بلس 2 وضعها ايه؟ هل 1 تو 1 ولا از نوت 1 تو 1؟ حاضر يلا نعمل برضو ليت اي اند بي بيلونج للدومين، هاخد الاي اعوض بيها والبي اعوض بيها، اف اي بتساوي اي باور 3 بلس 2، اف بي بتساوي بي باور 3 بلس 2، بوتينج اف اي ايكوال اف بي. الكلام ده كله هتكتبه وتحله حتى لو تشوز عشان تتاكد ان انت ايه 1 تو 1 ولا لا. فهتعمل اي 2 هتروح مع 2، هيبقى عندك A بار 3 بتساوي B بار 3 by using cubic root the left and the right، يبقى الـ A equal B. الله يا مستر اهو، يبقى الـ A بتساوي B ايه، يبقى الـ F is 1 to 1. يبقى انا كده ضمنت كمان المسألة دي كمان ايه 1 to 1. انت تعرف بقى لو هي X بار 2 بلس 2 كان هيبقى الكلام يختلف، هتبقى المسألة الـ A بتساوي positive or negative B، ساعتها المسألة is not 1 to 1. عود نفسك كده معايا في المسألة كده عشان تعرف كل حتة في المنهج، الحاجات الصغيرة اللي بين السطور أنا بطلعها لك على عيد سؤال كبير. أنت بقى نوه للسؤال ده، عايز تشوز هتعمل نفس اللي عملته، عايزه يا مستر كومبليت هتعمل نفس اللي أنت عملته في السؤال. تمام؟ نشوف أنذر سلايد. واللي فايند إن R solution set of the following equations، عايز منك خدمة تجيب لنا كده زي الشاطر الاكس في المساله دي بكام. هنا بقى الراجل نقلك لايه؟ لاخر شابتر في الالجبرا الاكسبوننت. قال لك انت عندك اكس ماينس 2 باور 4 بيساوي 1، وجايب لك الاسئله دي تشوز اس اوف اس 5 و1، مش عارف نيجاتيف 5 و1، 5 ونيجاتيف 1، ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 1 وهكذا. انت بقى هتبص للمساله باسلوب سهل خالص وتبدا تحط تركز فيها. ايه يا مستر؟ دي باور 4 و81، طب انا عايز اتخلص من الفور اللي هناك دي، والله اعملها باكتر من طريقه، ممكن اودي الفور الناحيه الثانيه 1 اوفر 4. فاكرين لما كنت انقل الفور دي الناحيه الثانيه تروح بالمالتيبليكيتف، هيبقى اكس ماينس 2 بتساوي بوزيتيف اور نيجاتيف 81 باور كوارتر، و81 باور كوارتر مش صعبه عليك، هتجيبها بالكالكوليتورز هتطلع لك عندك كام؟ عندك كام؟ يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف 3. الله يا مستر، يعني ايه؟ يعني انا عشان خلص من الباور 4 ده اوديه الناحيه الثانيه واحطه على 81 بباور 1 اوفر 4؟ اه. طب لو 5 1 اوفر 5، 3 على 4 يبقى 4 على 3، بس خلي بالك الفور دي ايفن عشان كانك بتعمل ايه بقى؟ فورث روتس للليفت اند رايت، باي تيكينج فورث روت ليفت اند رايت الفور دي ايفن، فلازم يطلع لك two answers positive or negative. يبقى x minus 2 equal 4th root 81، يبقى x minus 2 بتساوي مره 3 و x minus 2 بتساوي مره negative 3، مره يطلع x 5 مره x بكام؟ negative 1. يبقى solution set بكام يا شباب؟ 5 و negative 1. السؤال ده ممكن انا احوره لك شويه، واحد اقدر اقول لك ايه؟ SS x minus 2 power 4 equal 81 is choose 5 negative 1 5 negative 1 negative 5 negative 1. انت بقى مطالب تعمل كده وتحقق. في طلبه بيستخدموا اسلوب التعويض، يخلي المساله زي ما هي ويختار الاجابات اللي هو عنده في الانسرز وعوض بيها. حلو مش وحش، ايه المشكله يعني لما اعمل سبستيوت وعوض واحقق المساله يمين وشمال مش هخسر فيها حاجه. في مساله بيقول لك لا يا مستر انا فاهم الدرس ده كويس، انت قلت لي قبل كده اي باور هيجيني
انا هنقله الناحيه الثانيه فوق الرايت هاند سايد بس بالمالتي ديجيت انفرس، يعني لو 4 تبقى 1 اوفر 4، 3 1 اوفر 3. وخلي بالي لو ايفن يبقى هضطر احط باص ونيجاتيف، لو اوت مش هحط. انا عندي اكس ماينس 2 باور 4 بتساوي 1، يبقى الكلام اكس ماينس 4 بتساوي 4 روت ال 81 باص ونيجاتيف. طبعا انا بالاله هجيب فورس الروت ال 81 هيبقى ب 3، يبقى مره اكس ماينس 2 بتساوي 3، هودي 2 الناحيه الثانيه مع 3 تبقى اكس ايكوال 5، ومره اكس ماينس 2 بتساوي 3 هودي 2 الناحيه الثانيه بعكس الساين تبقى الاكس بتساوي 1، يبقى عندي حلين مين ومين يا شباب؟ 5 ونيجاتيف 1. كده المساله انا ضمنتها وايه؟ وعملت فوكس على مين؟ على الاكسبوننت اللي عندي. انا زي اكزامبل. انت يا مستر برضه ركزت على الاكسبوننت؟ يعني انت بتحاول تجيب امثله للادب والعلم يقربوا منها؟ اه طبعا. انا ممكن اقول لك ايه؟ تشوز سوليوشن سيت اوف 3x بلس 2 باور تي على 4 بتساوي، هل هي 14 على 3؟ تجيب 14 على 3 بوس 14 على 3 ويجيب لك ارقام تايم. طبعا الطالب بقى ما يهموش وقت تشوز، هو يهمه ازاي يتعامل مع الاكسبوننت ده؟ ازاي يتخلص من الباور 3 على 4 ده؟ ازاي يعمل ستابس لما تيجي مساله زي كده؟ وخاصه طلاب الادبي بيخافوا قوي من المسائل دي مع الناس هنا جدا. انا قلت لك اهو اي براكت هجيبه لك عليه باور انت مطالب بحاجه واحده بس، الباور ده يروح الناحيه الثانيه فوق الرايت هاند سايد بالمالتيبليكيتيف، اقلب الباور ده لو 3 على 4 خليه 4 على 3. بس الباور ده ايفن ولا اود يا شباب؟ ده 3 اللي قدامك دي اود، ده 3 اوفر 4، انت يهمك الرقم اللي فوق بس 3 ده اود، يبقى انا هاخد اجابه واحده. لكن لو الكلام ده كان 4 على 3 لا كنا قلنا بقى بوزيتيف ونيجاتيف ساعتها. لكن انا عندي براكت 3x بلس 2 باور 3 على 4 بتساوي 8، يبقى يا مستر انا عندي اجابه واحده لان الباور ده عندي ايه؟ اود. طب والحل اعمل ايه بقى؟ اول حاجه عملتها ان 3x بلس 2 باور 3 بتساوي 8، هاخد الباور ده انقله هناك فوق ال 8 بالمالتيبليكيت، هيبقى الكلام عامل ازاي؟ 3x بلس 2 بتساوي 8 باور 4 على 3. وراح عامل باي يوز كالكوليتور عشان عارفك انت مش عارف تجيبها بدماغك، هتدخلها على الاله ويطلع لك كام؟ 16 على طول. انا عملها لك بالستبس، ال 8 2 باور 3 وال 3 اتعمل مالتبلاي الباور 3 تروح مع ال 3 يبقى 2 باور 4 يعني 16. الكلام ده كله ممكن تجيبه بالاله، محدش هيقول لك حاجه فيه. فيطلع عندك 3x بلس 2 بيساوي 16. ودي بقى سمبل ايكويشن سهله خالص. اول حاجه تودي 2 الناحيه الثانيه بعكس الساين، يبقى الكلام هيبقى 3x بتساوي 16 ماينس 2. يبقى 3x ايكوال 14 ديفايد 3 ليفت اند رايت، يبقى x ايكوال 14 على 3. اصبحت السوشيال سيت بكام يا شباب؟ 14 على 3. يبقى كده انا اختار اللي هو جايبه تشوز، انا اختار الاجابه بتاعتي 14 على 3. لو حد هياخد التعويض ويقعد يعوض جوه المساله هيوصل برضه الاجابه بتاعته ان الاجابه دي هتطلع فين؟ 14 على 3. طب سؤال، هو انا ممكن اجيب لك المساله دي بصوره اخرى؟ اه طبعا. انا ممكن اخلي لك 3 على 4 دي شايفها؟ اخليها لك روت. بص روت فورس روت ل 3x بلس 2 باور 3. يلا يعني ايه يا مستر؟ يعني انا ممكن احول الكلام ده الى روت كبيره واخلي ال 3 جوه وال 4 اللي بره. يبقى عندي سكوير هخليها بقى فورس روت، فورس روت 3x بلس 2 باور 3. انت هتعمل حاجه واحده، هتشيل الروت خالص وتاخد الدليل اللي جوه على اللي بره، الباور اللي جوه على اللي بره. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. يعني المساله دي لو جايت لك فورس روت 3x بلس 2 باور 3 يعني ال 3 دي على البراكت بس، ممكن تشيل الروت ده خالص تخليها 3x بلس 2 باور 3 اللي جوه على الفور اللي بره. يبقى بياخد الباور اللي جوه على الدليل بتاع روت اللي بره اللي هو الفورس، يبقى على 4، لو 5 على 5. تطلع المساله قدامك بنفس المنظر ده 3x بلس 2 باور 3 على 4، وتتعامل معاها بحريه وبهدوء وتوصل للي انت عايزه. ماشي؟ تمام. سؤال تاني في نوع من يعني الغموض شويه، بس انا عارف برضو ان طلابنا القسم العلمي والادبي بيحبوا المسائل دي. المسائل دي موجوده عندنا في كتاب المدرسه، وكتاب الكتاب المدرسه في المودلز جايبها باثاره جامده ويقول خلي بالكم منها يا اولادنا عشان دي مصدر اسئله الامتحان، واجيب لك السؤال ده تشوز. اقول لك سوليوشن سيت
اكس باور 4 على 3 ماينس 5 اكس باور 2 على 3 بلس 4، ودي اختيارات. يقول لك 1 نيجاتيف 1 8 نيجاتيف 8 اول دريمز، او اول ايه اللي هم كل الافكار اللي هم ايه اللي هم ايه حصل بيفور زي ال 1 ونيجاتيف 1، او يقول لك ايه اول انسرز، يعني حط لك اختيارات دايما كده ويقول لك ايه او اللي فات كلها. فانت هتعمل ايه بقى؟ واحد، النوع اللي قدامك ده انت بتتعامل مع ايكويشنز اللي هي خاصه بالباور اللي هي كانك بالظبط زي زمان لو تعمل اكس باور 2 ماينس 5 اكس بلس 4 كوال 0. فاكر ده كان في ايه؟ في البرنامج في الاعدادي. انت لا عندك في السكندري طبعا واضح ان ده شغل خالص تاني. الباور 4 على 3 في باور 2 على 3، انا اعمل ايه؟ انا هركز قوي على الباور الاولاني واللي في النص. الاولاني قد تاني كم مره؟ هيبقى باور 2، يبقى الاكس باور 4 على 3 طبعا هي الباور 2 بتاع اكس باور 2 على 3، زي اكس باور 2 اكس يا شباب، اكس باور 4 اكس باور 2 يا شباب. اهو انا نفس النظام يا مستر، هي نفس المساله، بس انا هعمل ايه يا مستر؟ اعمل لها فاكتورايز. طب في طالب يقول لي يا مستر انا موضوع الفاكتورايز ده انا بخاف منه ومش عارف كام بلس ولا ماينس. مفيش مشاكل، خد كالكوليتر وخش على حاجه اسمها مود ايكويشن، قول لها 1 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال 4 ايكوال، هيطلع مره اكس بكام 1 واكس مره ب 4. طب انت دي اكس؟ لا طبعا دي مش اكس، انت عندك اللي في النص هي اللي هتعرفك. احنا زمان لما يكون عندنا اكس بار 2 هو الاكس واكس صح؟ انا بعد اكس بار 4 على 3 هقطعها نصين، هتبقى اكس بار 2 على 3 واكس بار 2 على 3. الفور لو احنا جبنا تو نمبرز they multiply 4 and they're adding 5 يبقى we find 1 times 4. If we find the plus the last then the two sides is are the same or the middle يبقى negative 1 negative 4. يبقى انا كده معايا x باور 2 على 3 minus 1 و x باور 2 على 3 minus 4. فتالي بيقول لي يا مستر انا ممكن اجيبها بالاله؟ براحتك، ما اعرفش اقول لك حاجه، بس بشرط انت عارف لما تطلع الاله هتطلع لك 1 و 4 تساوي بمين بقى؟ لو انت شاطر ساوم باللي في النص اللي هي اكس بار 2 على 3 اللي هي ايه؟ كنت انت بتقطعها زمان اكس واكس، فالاكس دي تبقى زي اللي في النص. او انت بقى نفس النظام هتخش على الاله تقول لها 1 ايكوال على برنامج مود ايكويشنز 1 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال 4 ايكوال، هيطلع اكس 1 ب 1 اكس 2 ب 4. انت هتساوي بقى باكس؟ لا هتقول له اكس بار 2 على 3 ب 1 اكس بار 2 على 3 ب 4. هنا بقى هسالك سؤال صغير، اكس بار 2 على 3 دي ايفن ولا اود؟ ايفن. منين عرفتها ان ايفن؟ عشان الباور يا مستر اللي فوق ده 2 و2 دي من ارقام الايفن. طب انا كده هضطر احط بوزيتيف ونيجاتيف هنا وهناك. طب وبعدين يا مستر في 2 على 3 ديت؟ ما انا قلت لك الباور ده هيروح الناحيه الثانيه بالمالتيبليكيتيف انفيرس، هتروح قالب الحاجه وتبقى اكس بتساوي بوزيتيف ونيجاتيف 1 باور 3 على 2. طبعا ال 1 باور اي حاجه يا شباب مش هيغير، هو نفس ال 1، يبقى اكس بتساوي بوزيتيف والنيجاتيف 1. اوكي؟ ذا نيكست اكس بار 2 على 3 بتساوي 4. طب يا مستر الباور ده ايفن، طب منين ايفن؟ ال 2 اللي فوق شايفها؟ يبقى هضطر بوزيتيف ونيجاتيف، وهضطر احول الباور ده الناحيه الثانيه بالمالتيبليكيتيف انفيرس، يبقى اكس بتساوي 4 تو ذا باور 3 على 2. يبقى اكس بتساوي بوزيتيف ونيجاتيف. قال حاسبه بقى خلاص من حقك تستخدم الاله وتجيب اكس بتساوي بوزيتيف ونيجاتيف 8، عشان في طلب غير يا مستر انا ممكن اغلط في اكس 4 خليها 2 باور 2 و2 اللي فوق ضرب في 2 اللي تحت وروحوا مع بعض 2 باور 3 ب 8. لا انا كده خلاص طالما وصلت للمنظر ده من حقك تستخدم الكالكوليتر وتجيب الاكس بتساوي بوزيتيف ونيجاتيف كام 8. السؤال ده تاني من الاخر ممكن يجيب بسرعه ثانيه، ازاي يا مستر طلع ثاني؟ اه طبعا ممكن اقول لك ايه؟ تشوز سوليوشن سيت x بار 4 على 3 ماينس 5 x بار 2 على 3 بلس 4 از 1 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1 و8 1 ونيجاتيف 1 و8 ونيجاتيف 8. عشان ايه؟ احقق لك اللي انت عايزه. هتضطر انت تحل وجهز نفسك لازم تحل جنب اي سؤال، مش كل المزاج على طول بالاختيارات، لا لازم تحل في المساله بايدك ولازم تحقق الماث اللي هو طريقه الماثماتكس في السؤال عشان توصل للدرجه اللي انت عايزها وتختار الاجابه الصح اللي انت عايزها. ممكن هتلاقي في نسب من الاسئله اه تيجي معاك على طول كده بايه؟ بالمخ على طول، وفي اسئله هتضطر تمسك القلم وتحل فيها مهاره واثنين وثلاثه، وفي اسئله هتختار منك تفكير للعمق عشان في اسئله جايه فيها شغل تفكير للعمق
عشان اقدر استفيد بالماثماتكس في جميع انواع الحياه اللي احنا عايشين فيها. ماشي؟ ممكن اعمل فاكتورايز، ممكن استخدم الفورمولا، ممكن استخدم الاله الحاسبه، اقدر استفيد واخد جوانب التعلم في السؤال ده كلها ايه؟ بالكامل. عندي بقى كمان انذر اكزامبل، باين كبير قدامنا اهوت، يقول لك ايه؟ يا ترى الاكس بتساوي يا ترى 3 ولا 2 ولا 1 ولا 5؟ انت بقى هسيبك للسؤال ده مع نفسك كده. اقعد فكر مع نفسك كده. What is the value satisfying left equal right؟ ما هي قيم الاكس اللي تقدر تعمل لها substitute في الليفت اند الرايت يكونوا الاثنين قد بعض؟ اول حاجه هتقول له سيتس فور اكس 4 to the power x plus 2 equal x by x plus 2. عندك دلوقتي خيارين هتتحرك فيهم بالراحه بهدوء. اول اختيار عندك هتساوي الاكس يا مره بوزيتيف 4 يا مره نيجاتيف 4. هذا اول اختيار. ضف عنده كده. يبقى يا مستر اول حاجه ممكن اتوقعها ايه؟ ان انا اساوي البيز بالبيز. اه طبعا مش ممكن كده برضو ولا ايه؟ مش ممكن اقول لك 4 باور كذا 4 باور كذا؟ عادي ايه المشكله؟ مش ميجي بره اقول لك برضو نيجاتيف 4 باور كذا يساوي 4 باور كذا؟ يبقى الاكس في المنظر ده هيبقى بوزيتيف ونيجاتيف 4. تمام؟ طيب او اكس بلس 2 بيساوي 0. شايف الجمال عامل ازاي؟ يبقى انا كده اودي تو الناحيه الثانيه هتبقى اكس بتساوي نيجاتيف 2. فاصبح عندي اختيارين من المساله دي. واحد ان يبقى 4 او نيجاتيف 4. ولما خدنا الباور ساويناها ب 0 بقت اكس بنيجاتيف 2 فاصبح عندي 3 انسرز للسؤال. نيجاتيف 2 تنفع. لو حطيتها يمين وشمال يمين وشمال مكان اكس هتنفع. هيطلع لك الليفت كل الرايت. ان حطيت الفور مكان اكس يمين وشمال هتنفع. ان حطيت النيجاتيف 4 مكان اكس هتنفع. يبقى معنى كده الاكس بيلونج نيجاتيف 2 4 نيجاتيف ايه؟ 4. طب في حاجه ثانيه؟ اه في سؤال ثاني هتعمل منه جميل قوي. لو عندي 2 باور اكس ماينس 2 بيساوي 7 اكس ماينس 2 وطلب منك الاكس. بص يا مستر ده سؤال وده سؤال، اللي فوق خلاص انا عرفت الاكس مره ب 4 مره نيجاتيف 4 ومره نيجاتيف 2. اكد عليه ثاني بس انا بتقول اكس او سوليوشن سيت 4 باور اكس بلس 2 سو اكس باور اكس بلس 2. فانا قلت اول احتمال عندي الاكس بتساوي يا ال 4 يا نيجاتيف 4. ده انا بص منين؟ من البيز اللي تحت. فانا ممكن احط لك اكس ب 4 تحت يبقى الليفت يكون الرايت. لو حطينا نيجاتيف 4 تقول لي يا مستر اه بقى طب ما انا بقى هضطر اقول لك البيز مختلف عن البيز يبقى الباور بزيرو. هيحصل ساعتها اكس بلس 2 بزيرو يبقى نيجاتيف 2. فاصبح عندي كام اختيار؟ نيجاتيف 2 و4 ونيجاتيف 4. السؤال الثاني اكتبه بالراحه كده. قول لي 2 باور اكس ماينس 2 تساوي 7 باور اكس ماينس 2. تمام؟ انا كده هعمل حاجه واحده بس. طالما البيز مختلف عن البيز يبقى انا كده مضطر اخد الباور ده واساويه بالزيرو. اقول له اكس ماينس 2 تساوي 0. اودي 2 الناحيه الثانيه في السؤال يبقى اكس عندي بتساوي 2. كده وصلت اللي انا محتاجه. الاكس ايكوال 2 هتبقى حل للليفت اند الرايت. تمام؟ اشوف بقى سؤال ثاني من ضمن المسائل اللي فيها شغل وخطوات. طبعا المسائل دي ممكن يجيب لك الطرف الايمن ودي اختيارات 1 اوفر 7 1 اوفر 9 2 9 ويقول لك انت اتعامل معاها وطلع الاجابه الصحيحه. هنا بقى لازم تضطر تحل المساله عشان مش هينفع تختار حاجه تحط فيها. مش هتقول لها يا مستر انا ممكن اقعد فين؟ هتقعد مكان مين؟ ده هو يقول لك الفورمولا دي كلها تعمل كام؟ 1 اوفر 6 1 اوفر 9 1 اوفر 3 ويسيب لك اختيارات. فانت هتضطر تتعامل معاها بمبدا. ايه هو المبدا بقى؟ واحد اللي فوق ده مساله لوحدها واللي تحت برضه مساله لوحدها. يبقى انا كده هضطر اخد كومن فاكتور من فوق وكومن فاكتور من تحت. كده انا هسالك سؤال صغير، هو مين الكومن فاكتور اللي فوق؟ هتقول لي يا مستر ده انا عندي 3 باور 3 اكس و3 باور 2 اكس و3 باور اكس. يوم ما افكر اخد كومن فاكتورز هضطر اخد ايه؟ الصغنن اللي هو 3 باور اكس. طب لو تحت عندي 3 باور 2 اكس و3 باور اكس و1 الكلام ده مفيش كومن فاكتور يا مستر، مش حاجه متكرره، فانا هسيبها لك زي ما هي. هبدا في ذهني بقى الحاجه اللي فوق فيها كومن فاكتور اللي هي مين يا شباب؟ 3 باور اكس. هاخد 3 باور اكس بره كومن فاكتورز وهفتح براكت وهقول 3 باور 3 اكس على 3 باور اكس احط 3 واعمل باور ماينس 3 اكس ماينس 2 اكس يبقى 3 3 اكس ماينس اكس يبقى 3 باور 2 اكس.
تاني يا مستر، تاني تاني يا مستر لو سمحت. حاضر، هطلع 3 باور اكس بره كومون فاكتور وافتح براكت، هقول لك 3 باور 3 اكس، 3 باور اكس حط 3 واعمل الباور ماينس 3 اكس، لما اشيل من اكس يبقى 3 باور 2 اكس. طب 3 باور 2 اكس على 3 باور اكس، احط 3 2 اكس ماينس اكس يبقى 3 باور اكس. طب 3 باور اكس على 3 باور اكس ايكوال 1. كده انا حققت اول اختيار. وانا اخدت الكومن فاكتور اتضح لي حاجه، حد شايفها معايا؟ حد عايز يقول؟ اه، ده انا شايف معظم الطلبه بيقول يا مستر البراكت اللي فوق ده شبه البراكت اللي تحت. تمام، ده راح مع ده. طب حلو، اصبحت المساله هنا عايز منك حاجه جميله قوي. قال لك الله، ممكن تجيب لي الاكس؟ ايه يا سلام يا مستر، يعني انت ممكن تجيب لي المساله يا مثلا تجيبها لي على هيئه تشوز او تجيبها لي على الايكويشن؟ اه طبعا. ممكن اقول لك انا عايز المقدار ده يطلع كام؟ لو انا عايز المقدار ده هيطلع 3 باور اكس. اقول لك ده 3 باور اكس ولا 3 باور نيجاتيف اكس ولا 3 باور 2 ولا كذا. ده لو عايز اول اختيار. لو قال لك انا عايز الاكس اللي ساتسفاي، يبقى انت كده بتتعامل مع ايكويشن. شوف السؤال، انا قطعت لك حاجتين، ممكن اشيب لك وان براند خالص واقول لك الكلام ده بيساوي كام، هتعمل خطوات لغايه ما توصل المساله دي ب 3 باور اكس. تقول الكلام ده يا مستر ب 3 باور اكس، اجيب لك تشوز 3 باور اكس، 3 باور نيجاتيف اكس، 9 باور اكس، 9 باور نيجاتيف اكس، وانت ما تتعامل. طيب ممكن اجيب لك الكلام ده بيساوي اوفر 9 واطلب منك الاكس، واقول لك اختيارات 2 ولا نيجاتيف 2 ولا 1 ولا نيجاتيف 1، فانت هتعمل ايه في الامرين اللي انا عملته بالسؤال؟ هتاخد 3 باور اكس كوم فاكتور وتكنسل، معاك كده 3 باور اكس. ده لو عايزها ايه؟ بيطلع كام كقيمه؟ طب يا مستر لو هي بقى بيساوي اوفر 9، ممكن الامتحان تبقى 1 اوفر 27، ممكن تبقى 1 على 81، ممكن تبقى 81 از ويل زي ما انت عايز. انت اهم حاجه ان انت حققت اللي هو الليفت هاند سايد الى 3 باور اكس. الناحيه الثانيه بقى لو رقم عادي اتعامل بقى البيزك والبيز، مسكنا 1 اوفر 9 خليناها 3 باور نيجاتيف 2، بقى معايا الليفت 3 باور اكس والناحيه الثانيه 3 باور نيجاتيف 2، البيزك والبيز يبقى الباور ايكوال باور يبقى اكس ايكوال وات نيجاتيف 2. يبقى السؤال اللي قدامك ده شايفه كويس؟ ممكن اجيب لك حاجتين، يا اما اجيب لك تشوز واقول لك الكلام ده ما تجيبهاش 1 اوفر 9، هجيب لك ايه؟ 3 باور اكس ولا 3 باور نيجاتيف اكس ولا كذا كذا. هتعمل لغايه السطر الاول اللي عملته، ماشي براكت مع براكت هيطلع 3 باور اكس. طب لو جبتها لك الكلام ده بيساوي 1 اوفر 9 وقلت لك اكس بكام؟ طب ما انا هحل برضه يا مستر، انا همشي نفس الخطوات وكنسل البراكت مع براكت واحط 3 باور اكس بتساوي الرقم اللي انت جايبه لي الناحيه الثانيه. طبعا 1 اوفر 9 خليتها 3 باور 2، البيزك والبيز يبقى الباور ايكوال الباور، يبقى الاكس تحت بكام يا شباب؟ بنيجاتيف 2. كده حققت المطلوب، حققت المطلوب. يا سلام بقى لو 3 باور اكس بتساوي 5. اه ده هنا هستخدم اللوج، يبقى هضطر اخد لوج للليفت اند الرايت. يعني لو جالك نمبرز مش من الارقام اللي هي الفاكتور بتاعت 3، يبقى انت هضطر تاخد اللوج للليفت اند الرايت. يعني لو قال لك 3 باور اكس ايكوال 7، لا يا مستر، لوج للليفت اند لوج للرايت، يبقى اكس لوج 7 بيساوي لوج كذا، وتعامل لوج اكس لوج 3 بيساوي ايه؟ لوج 7. يبقى الاكس بتساوي لوج 7 لوج 3، واطلعها بالاله الحاسبه. الكلام ده امتى؟ الناس بتوع العلم فاهمين وقالوا فاهمين ان اخر شابتر ده كان بيتعامل على حاجه اسمها الايكويشن بتاعت اللوج. تمام؟ اوكي. سؤال تاني، ويل فايند اس اوف اس. انا النهارده عامل فوكس على المسائل اللي فيها خطوات ومهارات كتيره جدا اللي ممكن تحل بيها اسئله تشوز كتيره جدا، وماسك لك مسائل جوه المنهج كنت ممكن متقلق منها وكان بالنسبه لك مصدر ازعاج، اللي هي الايكويشن اكسبوننت حاجه خاصه باللوج. او احنا قدام سؤال اهوت، لو طلب منك اس في اس تشوز الايكويشنز 2 باور اكس بلس 1 بلس 2 باور اكس ماينس 1 بتساوي 5، وقال لك اللي هي بقى 1 ولا نيجاتيف 1 ولا 0 ولا 0 1، ودي اختيارات، فانت مضطر تحل، هضطر اشرح الاجابات، هضطر تحل، يا اما تقعد تعوض بقى وتشوف مين اللي تنفع، وده حل يعني هيقلل من فكرك شويه بس برضه صح. بس انا عايزك تعرف انت لو انت بتشتغل ماثماتيك كتير تقول الله هو دكتور مصري بيدينا المسائل دي ليه؟ عشان اقدر افكر واوسع من ايه؟ من ادراكي في الفهم في السؤال. طب 2 باور اكس بلس 1 و2 باور اكس ماينس 1 الاثنين دولت سيم ديجري، يعني دي باور 1 اكس ودي باور 1 اكس. كده يا مستر تمام، انا كده هاخد حاجه اسمها كومن فاكتورز. تعالوا بقى ندور مين الكومن فاكتورز، الكبيره ولا الصغيره؟ 2 اكس عليها 1 ولا 2 اكس متاخد منها 1؟ يبقى المفروض هياخد الصغيره اللي هي 2 باور اكس ماينس 1. خدت انا 2
taking 2 باور اكس ماينس 1 as a common factors. طلعتها لك بره اهيت. لما طلعناها بره فقدامك اظهر الموضوع بقى ايه؟ هيجي عندك حته بقى وهتركز لي بقى شويه. ازاي نعمل ديفايدد على 2 باور اكس ماينس 1؟ معظم اولادنا بيتلخبطوا هنا يا شباب. لا انا عايز تبقى هادي خالص وتبص على الباور فوق والباور تحت. وانت في دماغك معلومه بتقول في حد ديفايدد انا بعمل الباور ماينس. اوكي؟ حاضر يا مستر. انا احط التيكنج اللي هو 2 باور اكس ماينس 1 ده بره وافتح براكت. نيجي نعمل بقى ديفايدد. احط التو الاول الباور اللي فوق كام؟ اكس بلس 1. الباور اللي بره كام؟ اكس ماينس 1. لما اجي اعمله ماينس بص الجمال اكس تروح مع الاكس. خلاص. 1 ماينس ماينس 1. شوف انا بقول ايه؟ بص 1 ماينس اللي في دماغنا احنا ماينس اللي قدامك منك دي. انا بعمل اكس بلس 1 ماينس اكس ماينس 1. انا بحل المساله بص من بعيد لبعيد اهو. اكس بلس 1 بعملها ماينس من اكس ماينس 1. اكس هتروح مع اكس. خلاص يا مستر. لكن 1 ماينس دخل على ماينس تحول تبقى بلس. يطلع لك 2 باور 2. يبقى انا بحط التو الاول وبعمل الباور ماينس. اوكي؟ طب اللي بعد منها انا شايف يا مستر 2 باور اكس ماينس 1 على 2 باور اكس ماينس 1 دي محتاجه حاجه؟ طب هما الاثنين زي السيم ايكوال 1. كده المساله عندك خدت الشكل الجميل قوي قوي. اول اجراء هتعمله هتاخد لي الحاجه اللي جوه البراكت ديت تلمها بالاله الحاسبه. بالاله الحاسبه عشان معظم اولادنا هيقعوا فيها. فتطلع 5. هضطر انا اكنسل ال 5 مع ال 5. هيبقى عندي 2 باور اكس ماينس 1 بتساوي 1. بص الجمال 2 باور 2 بلس 1 ب 4 وعلى 1 يبقى 5 يبقى راحوا مع بعض ال 4 ال 5 الليفت مع ال 5 الرايت اصبح 2 باور اكس ماينس 1 بتساوي 1. امتى 2 باور اكس ماينس 1 بتساوي 1؟ امتى كان يطلع 1؟ يا مستر لما الباور يبقى بزيرو. الباور يبقى بزيرو؟ يعني ناخد اكس ماينس 1 يساوي بزيرو؟ اه طبعا. لما تساوي اكس ماينس 1 بزيرو ايه اللي بيحصل؟ ودي بقى ال 1 فروم ليفت تو رايت تشينج ذا ساين فروم نيجاتيف تو بوزيتيف. يبقى اكس ايكوال وات؟ ايكوال 1. يبقى اصبح حل السؤال بالكامل ها كام عندك؟ 1. كده انا وصلت المعلومه انت بتدور عليها من زمان. بتقول ايه؟ نفسي يا مستر لما تجي لي المساله ديت ما تخضش منها. انا اول حاجه هبص عليها ابص على الاكس اللي هنا والاكس هنا. هما الاثنين سيم ديجري هاخد قرار الا وهو الكومن فاكتورز. الكومن فاكتور لما نحب ناخده بناخد الصغير. طب مين الصغير؟ انا مش عارف اكس بلس يا راجل اكس عليها 1 والاكس متاخد منها 1. مين الحاجه اللي تبقى صغيره؟ اكيد اكس متاخد منها 1. يبقى اكس ماينس 1 يبقى تاخد 2 اكس 2 باور اكس ماينس 1 هي الكومن فاكتورز. ونعمل عمليه ديفايدنج سهله جدا. احط ال 2 واخد الاول على الاول واعمل الباور ماينس اكس هتروح مع اكس 1 ماينس 1 ماينس 1 يطلع لي 1 ماينس ماينس 1 يطلع 2. بعدين بلس 2 باور اكس ماينس 1 على 2 باور اكس 1 يطلع 1. هتروح عامل فوكس على البراكت اللي انت جبته الصغير يطلع 5 يروح مع ال 5. طلع اي رقم اعمله ديفايد الناحيه الثانيه على طول. تساوي البيز بالبيز. اه يا مستر ده هنا 2 هنا 1. طب ما ال 1 دي سهله ممكن اعملها 2 باور 0. يبقى 2 باور اكس ماينس 1 بتساوي 2 باور 0 يبقى الباور ايكوال الباور باكس ماينس 1 بتساوي 0 يبقى اكس ايكوال 1. يبقى انا كده حققت السؤال برضو اللي انا محتاجه. اخر سؤال بقى هناخده خلاص عشان برضو ايه دول طلاب بتوعنا اللي هم بتوع القسم العلمي فقط. ده لطلاب القسم العلمي فقط. بيقول ايه؟ يجي لك السؤال ده the function is continuous or not continuous. ويسيبك مع نفسك كده. عشان اسال المساله كونتينوس ولا نوت واحد لازم اجيب الفانكشن عند التو وتكون موجوده. لازم اجيب الليمت اليمنى واليسرى يكونوا موجودين وقد بعض. طب نتناقش. بيقول لي اكس باور 7 بيقول لي ديسكس ذا كونتينوس ذا فانكشن اف اكس بتساوي اكس باور 7 ماينس 128 على اكس باور 4 ماينس 16 واكس دازنت ايكوال 2 وهنا 14 واكس ايكوال 2 ات اكس ايكوال 2. أول حاجة أعملها إيه؟ هي الفانكشن عند 2 بتساوي كام؟ بتساوي 14. ما هو ال 14 at x equal 2. طيب ناخد ليميت اللي فوق. لما أحب أجيب الليميت هقول ليميت x بار 7 ماينس 128 على x بار 4 ماينس 16. طبعًا ده بيفكرنا بدرس الفورمولا بتاعت الليميتس. يبقى أنا يا مستر كده إيه هعمل إيه بقى؟ همسك 108 أخليها 2 باور 7 و 16 2 باور 4. هيبقى عندي الكلام عامل إزاي؟
اكس باور 7 ماينس 2 باور 7 على اكس باور 4 ماينس 2 باور 4. لما اطبق الرول هيبقى 7 على 4 2 كبيره 7 ماينس 4 بالقلم يطلع 14. ايوه يا مستر، ده كده طلع الاف عندي 2 زي الليميت. انا هنا بقى ما عنديش بقى يمنى ويسر، انا عندي ليميت واحده هشتغل عليها، لان كلمه داس دي والتو معناها قبل وبعد، فانت كده تعتبر الاثنين زي بعض، هتجيب ليميت واحده وتساوي الليميت دي بالفانكشن بتاعتك، والاثنين قد بعض يا مستر، اف 2 14 واف، والليميت عند اكس بار 7 ماينس 1 8 على اكس بار 4 ماينس 16 ات اكس ايكوال 2 طلعت برضه 14. يبقى كده الاثنين ار ايه؟ ار كونتينيوس. يبقى كده المساله دي كلها كونتينيوس. طبعا انا بحاول يعني اشوف لك امثله سريعه عشان نقدر ايه؟ نشوف المثال الجميل ده بالمره عشان نخلصه. ده برضه للقسم العلمي. بيقول لي الفانكشن دي از كونتينيوس، يبقى الايه بكام؟ طبعا احنا بنشوف كده وناخد على قد ما بنقدر فيه. انا برضه بجيب الفانكشن هنا يا مستر، بجيب الليميت هنا واجيب الليميت هنا. طبعا الراجل عامل لك ليميت هنا بكام اوفر 7، والليمت الثانيه برضو كام هنا 3a ماينس 2 على 7 سواء ببعض، فطلع الاثنين طلعت الايه بكام؟ 1 اوفر 7. كده حققت اللي احنا محتاجينه انا واولادنا. ده سؤال سريع عشان اقول لك الفكره بس، انت بتجيب ليميت هنا وليميت هنا وتعملهم متساوي ببعض، كده وصلت ان الليمت الاولى طلعت 1 اوفر 7 عشان بتعمل ديفايد الاكس فوق وتحت، وانت عارف يعني ايه ساينس اكس على اكس وفور اكس على اكس، طلعت 1 اوفر 7، والثانيه مجرد تعويض مباشر عن اكس بزيرو هيطلع 3a ماينس 2 على 7. يبقى انت كده هتساويهم ببعض هتوصل لحته ان 3a ماينس 2 على 7 سواء 1 اوفر 7، يبقى 3a بتساوي 3 على 7، يبقى الاي بتساوي 1 اوفر 7. اشكركم، وان شاء الله المره الجايه هناخد نماذج امتحانات واسئله برضو هتكفينا وتخلينا نعرف مع الحاجات اللي احنا ايه مهتمين بيها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي دكتور مصري درويش.